المباراة ديال اليوم حتى لاخر دقيقة. ما عشناش غير مباراة العام، راه عشنا في قيزاد العام في اتحاد الزموري، ولكن الحمد لله ملي كتجي النتيجة في الاخر وفقنا اللهم لك الحمد. هذا الانتظار كان هذا والساكنة ديال خميسات والاقليم ديال خميسات كامل، لان خميسات الا جينا نشوفوا راه ما كاين لا شركات لا حتى حاجة، كاين شركة وحدة اللي كتمشي في هذه الاقليم هذه هي كرة القدم. كنحمد الله وكنشكروا على البقاء ديالنا، لان كون طاح الفريق هذه كتشرد عائلات. كنتمنى ان الجو الظافر العام الجاي ان شاء الله باش يكون الفريق يرجع الامجاد ديالو، والحمد لله اننا سلكنا هذا الموسم هذا. وكنشكر اللاعبين وكنشكر المكتب المسير السي حسن الفيلاني اللي قام بواحد المجهود كبير انه ساهم في البقاء ديالنا، وكان ديما في الجانب ديالنا. وكنشكر الاعضاء ديال المكتب وبالخصوص السي عبد السلام القاضي اللي كان كيعطينا واحد الدعم كبير، وكنشكر الجمهور ديال اتحاد الزموري خميسات، وكنتمنى التوفيق ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله. وشكرا.